قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مساء النور ومساء الخير ومساء زوين الأحلى مستمعين، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، الأمور ديالكم طيبة وأحوالكم كلها جيدة. الناس اللي كيقولوا الأمينة كنحماق علي، أنا كنتط عليكم كنموت عليكم. بكم أنا غادية بالله أولا، ثم بكم ثم بغيت نقول لكم شكرا 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 جزيلا على حبكم ليلي وحبكم لقناة سمحكيتي. بطبيعة الحال ككل كنتمنى تستمروا في الدعم ديالي في هذه القناة بوضع جيم كومنتير وكذلك بارتاج، الله يجزيكم بخير. اليوم معنا واحد القصة ديال واحد الخالة أمنا كاملين، فبغات تخوي قلبها وتقول داكشي اللي عندها وتعبر وتعاود التجربه ديالها. كاين قصه ديالها فيها اهات ودموع واختصرتها شويه لكن ماشي مشكل، المهم ان فيها العبره وفيها كثير كثير من الرسائل لكم كاملين. دعوا معها بالشفاء العاجل وكذلك الله يجزيكم بخير الى ما نشر هذه القصه على نطاق واسع. كنبغيكم بزاف كما قلت لكم، بقاو معايا. السلام عليكم خوتي خواتاتي. قبل ما نبدا لكم الحكايه ديالي بغيت نشكر صاحبه قناه تسمع حكايتي، وكنقول لك بنتي شكرا بزاف بزاف على هذا المحتوى اللي دايره لينا، حيت كنستافدوا منه وفي نفس الوقت كتعطي لينا الطاقه الايجابيه وكتخلي النفسيه ديالنا ترتاح. بالنسبه ليا كنعتبرك بحال شي طبيبه نفسيه، وربي غادي يجازيك بنتي على هذا الخير اللي كديري فينا، وكنتمنى لك التوفيق من كل قلبي. المهم اخوتي، معكم عائشه، العمر ديالي 50 سنة. جيت اليوم بغيت نحكي لكم المعاناة اللي دوزت منها. اولا غادي نبدا لكم الطفولة ديالي، كنت انا هي الصغيرة في خوتي، حنا بينا 3 ديال البنات و3 ديال الاولاد. مهم من نهار حليت عيني في الدنيا لقيت الوالد ديالي بصير مسكين وما كيشوفش، ولكن كان قبل خدام مع الدولة وبقى لي التقاعد ديالو. الحمد لله كنا ميسورين وما كان ناقصنا حتى شي خير. عشت الطفولة ديالي عادية، كنت كنقرا مزيان، ولكن فاش وصلت للمستوى الثامن إعدادي مبقيتش باغا نكمل القراية ديالي. الوالدة مقبلاتش نهائيا وبغاتني نكمل، ولكن الوالد بحكم كنت عزيزة عليه بزاف وكنفشني قاليها خليها على خاطرها واللي بغات ديرو ديرو. صافي بقيت جالسة غير في الدار. فاش درت 15 سنة مرض الوالد مرض مزمن وتوفى مسكين الله يرحمه، وبقيت أنا عايشة مع الوالدة وخوتي. داك الوقت كانوا خواتاتي البنات مازالين بلا زواج، هي هذيك مشات ايام وجات ايام داو كيجيو فيا الخطاب. بلا ما نشكر لكم راسي كنت واحد البنت اللي زوينه، يعني عطاني ربي حقي في الزين الحمد لله والشكر لله. واخا كانوا الخطاب كيجيوني انا كنت كنرفض، دائما كنرفض الخطاب، اي واحد جاني كنقول لا. نض واحد الاخ ديالي قال لهم علاش هاد البنت ما باغيهاش تتزوج تما شي حاجه، نضو خدوني عند الطبيبه باش يديروا لي شهاده العذريه. فاش شافتني الطبيبه قالت لهم خليو عليكم البنت راه كيف ما ولدتها الام ديالها. صافي بقيت هكذاك غير في الدار، ما كنخرج ما كندخل. من بعد توفى واحد الاخ ديالي وخلى المراه ديالو وولادو. يوم داك النهار الوالده مسكينه شدت الفراش غير بالفقصه ديال خويا ومرضت بمرض مزمن. هي هذيك خوتي الاخرين كل واحد وفين مشى. خواتاتي تزوجوا وبقيت غير انا والوالده ومرات خويا الله يرحمه ولادو. الدار اللي كنا عايشين فيها كانوا فيها جوج ديال الطبقات، وحده كريناها وحده عشنا فيها. الحمد لله كنا عايشين بخير واكلين شاربين ومستورين. هي هذاك واحد النهار جات عندي واحد السيده كنعرفوها، قالت لي شوفي شي ناس راهم جايين يقضيو شي غرض هنا وما عندهم حتى شي واحد في هذه المدينه، واش ممكن تخليهم يباتوا عندكم؟ قلت لها نسول الوالده. فاش قلتها للوالده فرحات مسكينه، حيت الام ديالي كانت واحد المراه اللي طيبه بزاف وكتبغي الضياف وكترحب بهم وكتكرمهم. المهم جات ديك المراه وبنتها فرحنا بهم حطينا لهم داكشي اللي قسم الله، جيت معاهم قضاو داك الغرض ديالهم. لغدلي فاش بغاو يمشيو بحالاتهم عطيت لهم رقم ديال الجيران باش يبقاو يتصلوا بينا، حيت داك الوقت ما كانش عندنا حنا التليفون. هي
هي هذيك فاش مشاو بحالاتهم ولاو كل مره كيسولوا فينا. واحد النهار قالوا لي اجي عندنا، هضرت ديك السيده مع الوالده قالت لها خليها تجي عندنا، راه وحده من بناتي غادي نديرها وحده من بناتي، ما نتمناش تخافي عليها زعما. صافي بالفعل خلاتني الوالده نمشي، مشيت عندوك الناس فرحوا بيا صراحه، واخا حتى هما كانوا ناس على قد الحال وساكنين غير بيت مع الجيران وكانوا بزاف بيهم. ديك السيده وثلاثه ديال البنات وراجلها وجوج ولاد، ودوك الايامات اللي جلست معاهم كان الراجل ولاد كينعسوا غير في الكوري حيت عندهم فيه واحد الكارو باش كيخدموا. المهم فاش شفتهم انا هكذا قلت لها غادي نكون نتقل عليهم، صافي نمشي بحالاتي حسن. هما ما قبلوش، قالوا لي ما عندك فين تمشي حتى نخرجوك ونساريوك. وفاش خرجنا تلاقينا بواحد السيد كيجيهم، فاش شافني عجبته وقال لهم بغيت هاد البنت للزواج. قالت لي ديك السيده كيفاش انت يلا شفتي البنت وبغيتيها للزواج؟ قال لي ها والو خاصك توريني دارهم. قالت لي ديك السيده راه عندي غير ضيفه، ولكن الا بغيتاني شنديك لدارهم. جات عندي ديك السيده سولاتني قالت لي واش تزوجي؟ قلت لها هاد الساعه ما كنفكرش في الزواج. قالت لي هاد السيد راهني كنعرفو وراه مزيان وميسور ما ناقصو حتى شي حاجه. قلت لها صافي الا باغي المعقول يجي لدارنا ويكون خير. هي هذيك رجعت انا بحالاتي من وراها بواحد المده، جات ديك البنت مع ديك السيد اللي شافني يهضروا مع الوالده. قالت لي الوالده اولدي انت راه كبير على البنت بزاف. قال ليها ما تخافيش غادي نديرها في عويناتي. عاود جا واحد الاخ ديالي بقى كيهضر معاه ارتاح ليه، وبان ليه من الهضره ديالو راجل مزيان. صافي تفاهموا بيناتهم، من بعد سيمانه درنا العقد، يعني داز كلشي بالسربه. ويا خوتي من بعد الزواج كنكتشف ان السيد مزوج وتزوج بيا بالموافقه ديال مراته، وهذا الشيء بلا خبر الاخ ديالي. المهم علينا، تزوجت بيه كرا ليا واحد الدار بوحدي في واحد المدينه، عشت معاه مزيان الحمد لله ما كان ناقصني حتى شي خير. كان كيعطي ليا الفلوس وصراحه كانت فلوس ليا كبيره، وفوق ما مشى لدارنا كياخذ معاه الخيرات. انا كنت كندير الخير بزاف، اللي طلب ليا شي حاجه كنعطيها ليه، وما كنتش كنجمع نهائيا لدوار الزمان. صافي كنت بخير وعلى خير، حتى لواحد النهار قال لي غادي نجيب المراه تسكن معاك. صافي انا تما تحطيت في الامر الواقع، ما عندي ما ندير. فعلا جابها صراحه رحبت بها هي وليداتها، حيت داك الوقت كان مازال انا ما عنديش الاولاد. صافي عشنا مجموعين في دار وحده، الراجل كان دائما كيسافر وقليل فيه كيكون معنا في الدار. هي هذيك واحد المره مشيت الضيفه عند الوالده، فاش رجعت بحالاتي جبت معايا واحد بنت خالتي. الغد ليه جات العائله ديال مرات راجلي مع الدخله ديالهم اخوتي، حسيت بواحد الغمه على قلبي. قلت لبنت خالتي لا والو رجعيني لدارنا. قالت لي كيفاش انا جيت معاك زعما باش تخرجيني وتساليني؟ قلت لها والو بغيت نرجع لدارنا. ايوا انا اخوتي ما غاديش نظلم شي واحد ونقول لكم السحر، الله اعلم. المهم انا في ديك اللحظه ما بقيتش حامله نجلس في ديك الدار. صافي رجعت انا وبنت خالتي لدارنا، خليت حوايجي كاملين، ما خديت معايا حتى شي حاجه لا كسوة لا فراش. ومن بعد عرفت راسي حامله. هي هذيك بقيت جالسه في دارنا والراجل كل نهار كيتصل بيا باش نرجع. قلت ليه والو الا ديك الدار. صافي بقيت جالسه مع الوالده، جا كرا ليا بيت مع الجيران تحولت ليه. ايوا داس عليا بالوحم حيت جاني صعيب بزاف. هي هذيك ولدت بنتي الحمد لله، فرحنا بها. دار ليها اسبوع في الدار ديال الوالده، بقيت جالسه معاهم حتى دوزت نفاسي. المهم الايام اللي كيكون معايا الراجل كنمشي لذاك البيت اللي كرا ليا، وفاش كيمشي عند مراته الاخرى كنرجع نجلس دارنا حتى كيجي. بقيت هكذا واحد المده. واحد النهار مرضت ليا بنتي، خديناها للسبيطار انا والاب ديالها، غير دخلناها عند الطبيب خرج الراجل ما عاودش رجع، عينا نتصلوا به والو. المهم بقيت ناعسه مع بنتي مده في السبيطار. مشيت بعت شي ديب كان عندي بيه باش شريت لبنتي الدواء وخلصت المصاريف ديال الطبيب. هي هذيك حتى لواحد النهار اتصلوا بيا قالوا لي الوالده ديالك طاحت وراه خديناها للسبيطار. مشيت كنجري، خرجت بنتي من السبيطار ومشيت عند الوالده. صافي مورا هادشي طلبت الطلاق. فاش رجعت الوالده مزيانه في صحتها قالت لي الله يرضي عليك بنتي ما تطلقيش. قلت لها شوفي امي انتي اللي يسمح في وليداته انا ما عندي ما ندير به. هي هذيك دفعت الدواء ديال الطلاق في الاول هو ما قبلش، ولكن انا بقيت مصره عليه. مشينا للمحكمه قال لي القاضي واش عندك شي ولاد؟ قلت لي عندي بنيته. قلت لي ولكن انا كنتزل على جميع الحقوق، ما بغيت مع هذا الراجل حتى شي حاجه.
قال لي انت من حقك تسمحي في الحقوق ديالك، ولكن الحقوق ديال البنت لا، حنا ما نقبلوش. صافي حكموا عليه خلص 600 درهم كل شهر، يعني النفقه ديال البنت، انا حكموا عليا بالطلاق. صافي هذيك عفوا، وانا حكموا عليا بالطلاق. صافي من داك النهار ديال المحكمه لحد الساعه مانيش تمنو شي ريال ولا تفكر بنته بشي حاجه. هي هذيك رجعت نعيش مع الوالده ديالي، بقيت عاوتاني غير الدار، ما كندخل ما كنخرج، كتعيا فيا مامتي باش نخرج. كنقول كتقول لي خرجي ضرب فيك الهوا شويه، انا والو مقابله غير الدار وديك البنت. مشات ايام وجات ايام، الوالده مسكينه عيات ورجعت الصحه ديالها كل نهار كتراجع، حتى لواحد النهار تزير عليها الحال خديناها للسبيطر تما خدموا الامانه اماته. فاش كانت كتموت مسكينه قالت لهم غادي تبقى فيا غير بنتي عائشه حيت غادي نخليها بوحدها. صافي مورا ما توفات الوالده الله يرحمها بقيت عايشه غير انا ومرات خويا الله يرحمه. من بعد حتى هي هزات ولادها ومشات بحالاتها، ايوا بقيت غير بوحدي في الدار، غير انا وديك البنيته لا حنين لا رحم. تصوروا ما كنتش كنلقى باش نشري خبزه وحده يا خوتي، كانوا غير الجيران مره مره كيعطيوني. حتى لواحد النهار جات عندي واحد صاحبتي للدار قالت لي واش تخدمي في واحد الشركه، قلت ليها اه نخدم. صافي مشيت خدمت، داك الوقت كانت البنيه عندي بدات كتقرا، المهم انا بديت كنخدم. كانوا دايرين لينا واحد الثمن اللي قليل بزاف ولكن قبلت به حيت ما لقيتش ما احسن. صافي بقيت مستمره مع الخدمه ديالي، اليوم غدا اليوم غدا، حتى لواحد النهار وانا نتعرف على واحد السيد خدام في واحد المحل ديال الثوب حدا ديك الشركه اللي كنت كنخدم فيها. المهم مورا ما شافني واحد النهار قال لي انا بغيتك للزواج. قلت له ودي انا راني مزوجه ومطلقه وعندي بنيته. قال لي الصراحه ما بيناش عليك مزوجه لكن ماشي مشكل، المهم انا بغيتك للزواج. قلت لها خويا هاد الساعه انا ما مستعداش. صافي بقات هكذاك. واحد النهار دوز محدا المحل وكان واقف معاه الوالد ديالو، شويه ويوقفني الوالد ديالو قال لي شوفي يا بنتي انا بغيتك انتي لولدي وقابل عليك حيت باينه فيك مرا قاده وهزه المسؤوليه بحال شي راجل. صافي قبلت، قلت مع بالي اللهم نتسر راسي ولا نبقى في هاد التمارة ديال الخدمه، مع العلم وهو صغير عليا بربع سنين وما عمره ما تزوج قبل. ما علينا، تزوجت بيه وبقيت خدامه. في الاول ما كانش عنده مشكل نبقى خدامه، ولكن من بعد ولا فوق ما رجعت من الخدمه كيبقى يسمعني في الهضره الطايحه وكيهني حق خدمتك غير مع الرجال وهادي وديك. انا كنت باغا نخدم وصافي. في التالي شرط عليا نحبس الخدمه ونبقى في الدار. يا ديك قال لي انا قادر نهز المسؤوليه ديالك وديال بنتك، ما تخدمي ما والو. صافي جلست بحالاتي. داك الوقت اللي تزوجت بيه كان في عمر بنتي 8 سنين. المهم من بعد والو السيد صدق ديك الهضره ديالو، ما مناش الكسوه ما كنتش كنشوفها منه لا انا لا بنتي. الحمام داروا ليا في الدار، ما كانش كيخليني نخرج ولا نهضر مع الجيران، ولا خرجت انا وياه وشاف فيا شي واحد كيبقى عليا شكون هذا واش كتعرفيه علاش كيشوف فيك، يعني كانت فيه الغيره والشك لواحد الدرجه اللي كانت خايبه. اما المصروف ما نكذبش عليكم كان كيتهلا فينا واكلين شاربين الحمد لله. المهم مع الوقت بدات كتكثر المشاكل بيناتنا، وفوق ما تناقشت انا وياه كنقول ليه بنادم اللي كيشك بزاف هو اللي كيكون فيه دوك الفعايل وكيحسب ليه الناس كاع بحاله. مع الوقت تقارت لا انا لا بنتي بكثره الصداعات، ولكن كنت كنرد على الصبر. هي هذيك مشات ايام وجات ايام. واحد النهار مرت بالثدي ديالي تنفخ ليا بزاف وما كنتش كنقدر نحرك يدي، بقيت صابره صابره. فاش تزير عليا الحال مشيت للسبيطار ديال الحومه، فاش شافتني الطبيبه قالت لي بانت ليا شي حاجه في صدرك خاصك ضروري تمشي للسبيطار الفلاني باش ديري ليا الراديو ديال الصدر وشي تحاليل. هي هذيك رجعت بحالاتي للدار، بقيت جالسه كنفكر شنو غادي ندير. هي تجي عندي واحد السيده الام ديال صاحبتي، غير سمعتني بلي مريضه جات كتجري لعندي وخذتني للطبيب، خلصت عليا مسكينه التحاليل والراديو. قالت لي الطبيبه عندك الكيس في الثدي ديالك وراهم مشتتين وخاصهم ضروري يتجمعوا باش نديروا ليك عمليه. من بعد خرجوا ليا شي دويه شي ادويه اللي كانت غاليه شويه، شراتوا ليا ديك السيده الله يكثر خيرها، بقيت كنستعمل داك الدواء. فاش تسالى ليا ما لقيتش باش نشريه. صافي من بعد روحت شويه ما بقيتش كيف من الاول حيت بقيت كنستعمل الدواء اللي كيهدن عليا المواجع. اما داك الدواء كان ضروري خاصني يجمع ليا دوك الكيس، هذاك قطعته حيت جاني غالي. المهم ما علينا، ديك ام صاحبتي في الوقيته فاش كنت مريضه كانت كتصيفط ليا واحد السيده كدير ليا الميناج،
وهاد السيده واحد النهار قالت لي واش تبغي تربي واحد البنيته، راه واحد المره بغات تعطيها، وانا شفتك عندك غير بنت وحده كبيره، قلت يمكن تقدري تبغي تربيها. قلت لها هاد الساعه ما نقدرش، ما نقدر نقول لك والو، خليني نتشاور ورد عليك. صافي فاش قلتها لراجلي قال لي واه ربيوها. مشيت عند ديك السيده جبت ديك البنيه، فرحنا بها بزاف، بدينا في الاجراءات ديال التبني. هي هذيك دازت واحد المده، عرضت عليا واحد الشجره صداقه، وجدت راسي مشيت عندها، خليت البنات في الدار مع راجلي. فاش رجعت للدار ما لقيتش بنتي، مشيت عندو قلت ليه فين هي بنتي، قال لي ما نعرف. بقيت كنضرب في راجلي وكنغوت فين هي بنتي، ويقول لي حتى ديك البنت اللي عندك ما مربياش، راه تكون خرجت غير للحانوت. قلت ليها اش من حانوت دابا، راه 11 ديال الليل، واصلا بنتي عمرها خرجت بالليل. قلت لي واش ضربتيها، قال لي انا ما خربتش فيها. صافي خرجت كنقلب عليها بحال الحمقى والو، ورجعت للدار انا عندي البنت صغيره. خرج هو عاوتاني يقلب والو، بقيت داك الليل كامل فايق. غد لي في الصباح اتصلت بيا واحد السيده قالت لي ما تخافيش بنتك راه عندي شويه ونجيبها لك. مع العلم اخوتي داك الوقت كان في عمر بنتي 14 عام. المهم فاش مشى الراجل للخدمه ديالو جات لي هذيك السيده البنت، فاش سولت بنتي قلت لها علاش خرجتي من الدار، ما بغات تقول لي والو، قالت لي غير طلع لي الدم ومشيت عند صاحبتي وصافي. فاش رجع الراجل من الخدمه ما هضرش معاها نهائيا. هي هذيك مشات ايام وجات ايام عاوتاني، مرضت بالاعصاب وتبات مع الطبيبه ديال الحومه، خرجت لي شي دواء. فاش عرف الراجل رجع كيعاير فيا وكيقول لي انا مزوج بحمقه وما كتولدش. المهم تقلب عليا 180 درجه، شي مرات كان كيبغي يهز عليا يديه، رجع كيعاير لي حتى البنت وكيقول لي هي المعاقه. من بعد رجع كيسكر وكيستعمل المخدرات. واحد النهار جا للدار سكران ومقرقب، هرس لي الدار كامله. فاش شفت انا داك المنظر هزيت بناتي وهربت عند واحد الجار، خرج هو للشارع بدا كيغوت وكيقول لي يوما نقتل مراتي، اليوم نسالي معها. صافي جاو البوليس جمعوه، ولكن كان والديه كيخرجوا اقتش مما تجد حيت عندهم يد طويله في المخزن. المهم داك الراجل الصراحه عيشني في العذاب الالي، تكرفس عليا ديال بصح. نسيت ما قلت لكمش انني جوج مرات حصلت دخل ليا واحد المراه للدار وتخاصمت معاه، مشيت غضبانه لدارنا، ولكن فاش كيطلبني نرجع ليه كنلقى مالنا كل البنات. صافي هي هذيك بلا المكالمات بلا التليفونات اللي كيضل شاد، كان كيضل شاد الحديث مع البنات وانا كنسمع. واحد المره كان كيدوش وصلنا التليفون ديالو جاوبت انا، لقى ديك السيده اللي اتصلت به كتعرف سميتي. فاش قلت ليها علاش كتصلي بالراجل مزوج بدات كتسب وتعاير فيا. فاش عرف الراجل مشى سكن مزيان وجا حيح عليا ديال بصح. بقيت صابره 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 حتى لواحد النهار كنت عند الطبيبه وهي تتصل بيا بنتي، قالت لي ماما اجي بالزربه. مشيت كنجري عندها لقيتها ساده عليها في الطواليط والراجل مشى للخدمه، غير سمعتني وصلت خرجت عندي. قالت لي ماما غادي نقول لك دابا الصراحه، قالت لي راجلك دائما كيتحرش بيا، والنهار فاش مشيت عند صاحبتي بالليل راه بغى يشدني بالسيف عليا وهربت منه، وحتى هاد النهار بغى يدير نفس الشيء. قالت لي ماما دابا الا بغيتي تجلسي معاه جلسي، اما انا ما غاديش نزيد نهار واحد مع هذا الراجل. ايوا يا خوتي نط الزيت بناتي ومشيت بحالي، ما هضرت معاه ما تكلمت معاه، حيت ديك اللحظه ما نكذبش عليكم وكون كان قدامي كون درت فيه شي جريمه. هي هذيك رجعت لدارنا ونحمد الله اللي خلاوني خوتي نسكن فيها، حيت كما كتعرفوا ديال الوراثه، ولحد الساعه عمر شي واحد قال لي شي حاجه، حتى هما مساكن على قد حالهم يعني بحرام تكافين مع ولادهم. المهم من بعد ما رجعت لدار الوالدين ديالي مشيت للمحكمه دفعت الدعوى ديال الطلاق. في الاول رفض وقال لي رجعي لي بنتي، يعني البنت اللي تبنيناها. قلت لي حتى في الاول كنت كتقول لي بنتك هي بنتي، وفي التالي طمعتي فيها، يعني كما درتو مع بنتي غادي ديرو حتى مع هاد البنت مسكينه، انا ما غاديش نخليها لك وناخذ الذنوب ديالها. المهم باش نتفك منه مشيت تنازلت عاوتاني على جميع الحقوق ديالي ودرت معها طلاق اتفاقي، وحاليا داز على طلاقي 5 سنين. النهار اللي طلقت رجعت لدار الوالدين، منكذبش عليكم اخوتي تأزمت بالمعقول، حيت البنت الصغيره كانت عاد كتشرب الحليب والمصاريف ديال البنت الكبيره. ايوا اخوتي قاسيت ديال بصح وما لقيتش باش نصرف على دوك البنيات. تخيلوا كنت كنخرج للزنقه نجمع الخبز يابس محدا البيبان ديال الناس ونفزكم ونسخن ونوكلوا ليهم، اما الخضره
كنمشي للسوق وكندير الفولار على راسي ونهز ديك الخضره اللي مليوحه في الارض ونجيبها. شحال وانا على هذا الحال. من بعد جلست البنت من المدرسه باش تقابل اختها، وانا خرجت كنخدم في الديور باش نجيب ليهم ما ياكلوا. داك الوقت ما كانوش كيعطيو لك الثمن، كاينين ولكن اللي كيعطيك 50 درهم ولا 60 درهم، وكانوا شي وحدين الله يكثر خيرهم كيحسوا بالوضعيه ديالي وكيتهلاو فيا. ايوا خوتي، مع الوقت رجعت صحتي كتدهور، ما بقيتش كنقدر نخدم، ولات واحد اليد ثاني ديما كتحرقني بالاعصاب، واحد الرجل مره كتفشل ليا بالسياتيك، ورجعت عاوتاني مأزمه اكثر من الاول. تخيلوا، داز عليا واحد رمضان كنفطر ونتسحر بالقهوه كحله والتمر فقط لمده يومين. من بعد جات عندي واحد السيده قالت لي اجي ودوزوا معايا رمضان. انا بحكم ما كنتش كنرضى، قلت لها تمشي معاك غير بنتي الكبيره. صافي، بقيت داك رمضان غير انا وبنتي الصغيره في الدار، كندير ليها هي مره اتاي ولا الحليب كترضع، وكل يومين كتجيب لي داك السيده الحليب وداكشي اللي طيبت منه زعما كتذوقني، ولكن هي مسكينه راه حاسه بيا ما عندي ما ناكل. ايوا، واحد العيد الكبير عاوتاني ما لقيتش باش نعيد، تصوروا درهم ما عنديش في الجيب. نهار العيد الناس صبحت معيده، وانا خرجت بناتي لواحد الجرده وبقينا جالسين فيها حتى السبعه ديال الليل، عاد رجعنا للدار وسدينا علينا الباب. داك الوقت اللي كنت كنخدم في الديور، بعدا كملت ديك الاجراءات ديال التبني، دخلت البنت معايا في الرميد هي وبنتي الكبيره، حيت من بعد غادي نعرف ان البنت الصغيره مريضه بالقلب مسكينه. ديالها الدواء ديالها غالي بزاف، ورجعت كل مره كنعس بها في السبيطه، وانا اصلا مريضه وصحتي غاديه وكتدهور. شي مرات ما كنت كنلقى باش نشري ليها الدواء مسكينه، حيت غالب عليها الغلب الله، لكن الحمد لله البنت بدات كتكبر شويه بشويه وبدات الحاله ديالها كتحسن، وحاليا عندها 9 سنين ولكن باقا كتشد لحد الساعه. هذه مده طويله غير واحد السيده هي اللي كتشريه ليها مسكينه، الله يكثر خيرها يا ربي. اما البنت الكبيره حاليا عندها 24 سنه، كثر داك الضغط والمشاكل اللي داز منهم تازمت النفسيه ديالها. كانت دخلت تخدم في واحد القهوه باش تعاوني، ولكن واحد السربايه تحرش بها خرجتها من تما، ومن تما زادت تعقدات ليا اكثر واكثر. دائما كتقول لي يا بابا سمح فيا ورماني وخلى الناس تطمع فيا، لدرجه ما كتبغيش تخرج ليا برا نهائيا، مقابله غير الدار، ودائما سد عليها، ما كتهضر مع حد، ما كتحدث مع حد. المهم حاليا اخوتي، انا كنعيش واحد الندم اللي كبير بزاف، حيت تزوج بداك الراجل اللي اناني، وقبل ما نتزوج به كنت خدامه، بدات الظروف ديالي كتحسن وكنت ماليه في بنتي، ولكن النهار اللي تلاقيت به خرج ليا على خدمتي وعلى صحتي، تكرفس عليا وظلمني. انا اللي كنت راس رجعني رجلين دوك الاهانات ديالو، وخلى الكرامه ديالي تحت الارض، ولكن الحمد لله منين قالت لي بنتي شنو كيدير معاها، حيت كان بقيت معاه كنغتصبها الله يسر، الله ياخذ فيه الحق، عمرني غادي نسمح ليه لا دنيا ولا اخره. غادي تقولوا لي اخوتي علاش ما مشيتيش دعيتي عند المخزن، حيت العائله ديالو عندهم يد طويله في المخزن، وانا ما بغيتش بنتي تدي تتاذى ليا اكثر. المهم اخوتي، هذه هي القصه ديالي، وكنتمنى من المستمعين الكرام والاخت امينه صاحبه القناه تدعو معايا بالفرج وبالشفاء العاجل انا وبنتي الصغيره، والشفاء لجميع المسلمين يا سيدي يا ربي. ربي اللي شهد عليا انني كنعتبر هذه البنيه اكثر من بنتي، وبكثر ما عزيزه عليها انا، كتقول لي مسكينه انت هي ماما، واخا يجي والديا الحقيقيين ما عندي ما ندير بهم، حيت انت اللي تكرفتي عليا باش كبرتيني. ما كرهتش حتى انا ترجع ليا صحتي ونوض نخدم على بناتي، وما نخلي حتى شي حاجه تنقصهم، ولكن غالب الله هذا الشيء اللي كتب علينا. المهم اخوتي، هذه الحكايه ديالي، وكما ورد على مسامعكم الطيبه اخوتي اخواتاتي، خالتي عائشه اللي عاودت لكم القصه ديالها امله منكم الدعاء، الله يجازيكم بخير، دعوا معها، عاودت لكم التجربه ديالها في الحياه، وهذه قصه فيها مجموعه ديال العبر. ودائما كنقول انا البنات الله يجازيكم بخير، ملي تجيكم شي فرصه ديال الزواج من عند شي شخص، صليوا صلاه الاستخاره، ربي سبحانه وتعالى كيوريكم الطريق وشنو تتبعوا، راه والله العظيم بتجربتي الشخصيه، فقط صلوا صلاه الاستخاره. واللي ما كيعرفهاش راه دابا الحمد لله عالم الانترنت راه واسع بحر، فقط ديري طريقه الدعاء او طريقه صلاه الاستخاره، فيها فقط ركعتي والدعاء ديالها اللي هو
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان لي خير في هذا الزواج أو في هذا الزوج، أطلب أي حاجة أنت بغيتي هذه الدنيا. اللهم يا رب إن كان عندي فيه الخير مثلا في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، اللهم فقربني منه وقربني وقربه مني. اللهم إن كان لي فيه شر في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، اللهم صرف عني وبعده عني كما بعدت السماء عن الأرض. ما كتعرفيش اللغة العربية فقط بالدارجة. سيدي ربي الحبيب كندعيوه أو كنطلبوه، كنلتجئ ليه بجميع اللغات بالدارجة. يا سيدي ربي، يا ربي أنا جيت وكنستاخرك في هذا الأمر يا ربي ديال هذا الزواج. إلا كان يا سيدي ربي عندي فيه الخير في الدنيا ديالي وفي الآخرة ديالي، يا ربي يسر لي فيه، يا ربي وفقني معاه، يا ربي قربني منه، يا ربي جمعني به. وإلا ما كانش عندي فيه الخير يا ربي لا في ديني ولا في دنياي وكان عندي فيه الشر، يا ربي بعده مني وبعدني عليه قد ما بعد السماء على الأرض. يا ربي وجيب لي اللي فيها الخير ورضيني بها. وهذا هو الدعاء، يعني انت غادي تلحي على الله وتكون عندك نيه الدعاء او نيه الصلاه. انا من الاحسن كنفضل ان الانسان يصليها وراء صلاه العشاء بعد ما يكون يعني في واحد الجو اللي كيكون فيه يعمه الهدوء، باش كيكون داك التواصل مع سيدي ربي. علاش كيكون الهدوء؟ علاش كنفضل انا داك الصلاه تكون هكا في واحد المكان اللي كيعمه الهدوء، لكي لا يلفت انتباهك اي شيء. مثلا ما يهضرش الوليدات، ما يهضرش الرجل، ما يهضرش، ما تقرقبش شي حاجه، تكوني بينك وبين الله في واحد الخلوه باش ما تثيرش انت الانتباه ديالك وتجلسي. احنا سبحان الله من ليس ولا ينام، فاش كنكونوا كنصليوا هكا صلاه العاديه كنسمعوا غير شي جوج كيهضروا، سبحان الله العظيم كتمشي ودنينا غير داك الهضره. فباش ما نخليو حتى شي حاجه تلفت الانتباه ديالنا او تلفت يعني تخرجنا من هذاك الجو اللي حنا فيه عايشين مع ربي سبحانه وتعالى، الاحسن يكون مكان اللي فيه الهدوء وما كيكونش صداع والضجيج الى اخره. فالله يوفق كل واحد لما يحبه الله ويرضى. وكنرجع لخالتي عائشه كنقول لها الله يصبرك خالتي عائشه، ولو التجارب اللي عشتيهم ما كانوش ساهلين، شي تجارب اللي صعبين بزاف، ولكن حنا في الحياه اي واحد كيمر من هذا الشيء اللي مريتي منه انتيا. فالطلاق ماشي حرام او عيب، بالعكس فانت طلقتي المره الاولى وعاودتي التجربه لثاني مره، والحمد لله احسن حاجه درتيها انك تبنيتي داك البنيه. فما تعرفيش ربي سبحانه وتعالى باش غادي يجازيك من بعد، فتقدري ديري اي حاجه اللي تعاوني بها راسك. تبارك الله 50 سنه راه ماشي كبيره بزاف، راه قادره ديري. راه تبارك الله عندهم 60 و70 وراهم خدامين. قلتي انك قليله الصحه وما عندكش الصحه، راه بطبيعه الحال الانسان كيكبر، الضغوطات ديال الحياه الى اخره، ولكن ما تبقاش جالسه، راه الانسان يدبر على راسه. يعني واخا البنيه ديالك تبارك الله عندها 25 ولا 24 عام، هي تقدر تكلف بك الصراحة، يعني تخدم، ما تخليهاش محطوطة في الدار، خصها تواجه الحياة. هو واحد بغى يتحرش بها صافي تجلس وتسد عليها، هنايا عادي تمرض كثر ما راها مريضة. فخصها ضروري تخرج تونجاجا في المجتمع، تدبر على راسها. راه تبارك الله 24 سنة باقا صغيرة، تخدم وتجيب الفلوس، علاش لا؟ ما فيهاش العيب الخدمة، ما فيهاش العيب. فاش ما لقات تخدم، يعني الإنسان هير هو ما يبقاش جالس ويتسنى يعني مثلا تيجيبوا له الناس، راه ما يمكنش. خاصها تبارك الله الا كنتي انت مثلا وصلتي لواحد العمر اللي ما قداش تخدمي فيه فمن حقك، ولكن عاوتاني البنت راه ضروري خاصها هي تخدم، حتى لا ما عاوناتكش انت بعدا تعاون غير راسها تحيد المسؤوليه ديالها عليك. فهمتي؟ ما يمكنلكش تطلبي لها هي عندها 24 عام وتطلبي انت تقلبي لها وتسلفي منها وتدبري منها وتموتي منها، خاصها تخدم. الا بقيتي خاشيه معاك في الدار ومسورتي عليها مثلا، ولا هي مسورتي على راسها، فمسكينه غادي تتأزم. كيفاش هاد السيده غادي تأونكاجا في المجتمع؟ دابا داك المشكل اللي داروا هو والديك الله يرحمهم، هو اللي كديري مع بنتك دابا حاليا، لانه ما كانوا سادين عليك صافي. ملي خرجتي ما عرفتيش كيفاش تصرفي، ما عرفتيش كيفاش تكوني مراه حارقه، ما عرفتيش كيفاش تعيشي مع الرجال، ما عرفتيش كيفاش تصرفي بزاف ديال الامور. والدليل انك كنتي قلتيها فمك، قلتي انك كنتي ضاربه الزمان بركله وما ضربش الحساب لهذا الزمان وهذا، فتلقيتي راسك مخصوصه وما عندكش الى اخره. فنصيحتي ليك عوض ما تجلسي انت مثلا تبكي على الماضي ديالك، فخلي الباسي موراك او خليه جانبا، وخلي الماضي جانبا ما تفكريش فيه. وداك البنيته حاولي انك تهضري معاها، تخرج تونجاجا في المجتمع، تعرف على الناس، تكون قطه
يعني عندها مخالب ديالها اللي تقدر تدافع على راسها، لان الدنيا كلها مواقف، فالانسان اللي ما عرفش كيفاش يتعامل في المواقف الصعيبه ما عمره يتعامل حتى في المواقف العاديه. فالانسان خصو يعرف التبرد، خصها تبرد، لان الشارع كيبرد كيمضي. فماشي كنقول لك الشارع يعني صافي البنت هذه تخرج للزنقه، لا، كاينين خدمات في المستوى، كاين اللي قاري دابا يخدم، اللي ما قاريش يخدم، راه ديال الحياه. طب الانسان لا ما ضربش الثمره راه ما غاديش ياكل ويشرب، راه حتى شي واحد شوف اليد اللي كتمد راه كتعيا، ولكن اليد اللي كتشد ما كتعياش. فالانسان باش يكسب دم وجهه ينوض يخدم على راساتو. البنت جلسي معاها هضري معاها قول لها بنتي ها انتي باقا صغيره في الشباب ديالك، نوضي تخدمي، نوضي تعيشي، اللي بغى يتعدى عليك كيفاش تصرفي معاه، وهذه هي الحياه اختي او خالتي، عفوا خالتي عائشه. الله يفرج عليك، الله يشافيك، الله يشافي لك داك البنيه اللي مسكينه راكي متبنيتها، الله يشافيها مسكينه. ربي كبير، ربي كيعفو، بقاء الحال من المحال. نتمنى لك ان شاء الله الشفاء العاجل وطول العمر يا ربي لما يحبه الله ويرضاه. وتا داك البنيه الكبيره الله يفاجي عليها، حاولي تنصحيها ما تخليهاش هكا يعني غارقه في الهموم وفي الاحزان وهي باقا في عمر الزهور، ما تعقدش في حياتها بحال درتي نتيا، بحال وقع لك نتيا. ما تجنيش على بنتك، لان دابا انت مازال ما عارفاش الحجم ديال الغلط اللي راكي كديري. عاد تقولي هي اللي خازنه راسها وهي اللي ما باغياش، لا، خصك تحفزيها، خصها تاخذ العبره منك انت كأم، حيت انت ما نجحتيش في الحياه ديالك. ما غاديش نقولوا عليك انت انسانه فاشله، ولكن الانسان الفاشل هو اللي كيبقى ناعس في الفشل ديالو. الانسان راه كلنا كنطيحوا، ولكن الخايب هو فاش كطيح كتبقى كتسنى اللي يجي يقعدك. راه هاد الزمان والله ما قعدتي راسك براسك، حتى شي واحد ما يقعدك، شتي، خصك توقفي وتطيحي وتوقفي وتطيحي وتوقفي وتطيحي، حتى ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى تلقي راسك وقفتي على رجليك. والله سبحانه وتعالى فاش نادى مريم قال لها يا مريم هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، هزي اليك، يعني ديري السبب. الله سبحانه وتعالى راه بامكانه غادي يغرقها بداك الرطب اللي هو التمر، واحد النوع ديال التمر كنظن. فهو كان بامكان الله سبحانه وتعالى بالقدره الالهيه ديالو، هي كانت حامله بسيدنا عيسى عليه السلام، فهو قال لها هزي اليك بجذع النخله يتساقط عليك رطبا جنيا، يعني ديري السبب. هي ان فقست في داك الشجره في داك النخله او شنو هي، هزي اليك بجذع النخله، ماشي جذع النخله يتساقط عليه، يعني ان فهزت دارت السبب بقى كيتساقط عليها. هي راه داك النخله عرفتي قداش، راه الراجل الى هزا غادي يطيح عليه والو، ولكن هزي ديري السبب، يعني هي دارت السبب. داكشي علاش انا كنقول لك ديروا الاسباب، يعني الرزق راه ما كيجيش وكيطيح على عباد الله هكا من السما، ما كيجيش ويطيح. وانا راه كون نعاود لك القصه ديالي، انا راك غادي تحيري، غادي تحيري، وما كاين لاش نخلطوا المواضيع. فلا اله الا الله محمد رسول الله. الانسان خصو يثبت ذاته، يثبت وجوده. الا كنتي انت مثلا فشلتي في الحياه ديالك الزوجيه والاجتماعيه والماديه الى اخره، فما تخليش بنتك تاخذ نفس المصير ديالك. والله ولي التوفيق، الله يشافيك، الله يرد بينا وبجميع المسلمين يا سيدي ربي، والله يهدي الجميع والله يرزق الجميع. هذا ما كان. كما عودتكم دائما عزيزتي اعزائي قناه محكيتي، ماشي غير للفرجه فقط، بل عبرة. صفحة ديالنا على الفيسبوك كاينة في صندوق الوصف فقط، تضغطوا على الرابط غادي يديكم مباشرة الصفحة، ديروا جيم باش توصلوا بالجديد. الناس اللي أول مرة كيشوفوا هاد لاشين عفاكم، إلا عجبتكم القناة ما تخلوش عليا بزر الضغط على الزر اشتراك لي وابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الحكايات ديال سمح حكايتي. صحيت بكم إلى أن ألقاكم، دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أحبكم في الله.